فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أشتغل بحفظ الأصول وفهمها، وأرى أناسا غير متمسكين بذلك، بل يقرؤون الكتب الكبار ويزعمون أنهم يفهمونها. يقول: فأضطرب، هل أنا في طريق صحيح أو لست على الطريق الصحيح؟ فما وصيتكم للمبتدئين من أمثالي؟ كررنا هذا وبينا أنه المبتدئ يبدأ بالمختصرات، المطولات هذه للكبار للعلماء، أما المبتدئ فهذا يقتصر على المختصرات وعلى القول الواحد ولا يذكر له الخلاف. نعم.